بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. في هذا الفيديو بإذن الله راح نقدم لكم بسرعة برنامج السنوي لمادة الرياضيات للسنة الدراسية 2021-2022 للشعبة السنة الثالثة ثانوي شعبة تسيير واقتصاد. يعني نقدم لكم برنامج باختصار وشرح تقرأ في الفصل الأول الثاني الثالث، ونقدم لكم واش راح ندرسوا في المحور الأول اللي هو المتتاليات. يعني بداية كل محور نقدموا المحور وندرسوه، ننتهي من المحور نزيدوا المحور الآخر وندرسوه وهكذا. إذن بالنسبة للبرنامج عندنا الفصل الأول، عندنا الفصل الأول، عندنا المحور الأول اللي هو المتتاليات. متتاليات دوك نقدمكم واش ندرسوا فيه. عندكم ثاني المحور الثاني وهو الاشتقاقية والاستمرارية. الاشتقاقية والاستمرارية، عندنا الاستمرارية على عند نقطة. انتما ما كونش معنيين بالاستمرارية عند نقطة، انتما الاستمرارية على مجال، على مجال صح. ثالثا درسوا النهايات. النهايات بلك في النهايات لربما كاين فيكم اللي ما درسوهمش في السنة الثانية ثانوي لظروف، قولوا لي برك في لي كومونتير قال ما درسناش النهايات، ولا المتتاليات قال ما درسناش المتتاليات، نعاودهم من الصفر. النهايات كيف كيف يعني على حسب واش نتوما تقولوا في لي كومونتير. وعندنا المحور الرابع في الفصل الاول دراسة الدول. دراسة الدول يعني هنا في هذا المحور مهم جدا جدا، يعني هنا راح ندرسوا الدول العددية، من مثلا الدالة كثير حدود اللي تكون على الشكل h دو x تساوي f دو x على g دو x، حيث f دو x كثير حدود على كثير حدود. يعني يقدر يكون كثير حدود من درجة الثانية ولا الأولى، مثلا f دو x يقدر يكون من من درجة الثانية، f دو x يقدر يكون من الدرجة الثانية أو الثالثة، أما جي دو إكس يكون من درجة الثانية أو الأولى، يعني ثنائي حد من درجة الأولى. سنرى هذا إن شاء الله. ندرس كذلك الدوال الصماء مثلا على الشكل أف دو إكس تساوي جذر جي دو إكس إلى آخره من هذا النوع تاع الدوال صح. هذا بالنسبة للفصل الأول. بالنسبة للفصل الثاني، الفصل الثاني عندنا خامسا المحور الخامس الدول الأصلية. الدول الأصلية عفوا على هذا الضجيج اللي يجي من عند الجار، والتكاملات. هذا المحور الخامس. سادسا الدوال اللوغاريتمية والأسية. الدوال وهذا محور مهم جدا جدا، اللوغاريتمية واللي دائما تطيح دراسة الدالة اللوغاريتمية والأسية والبكالوريا، يعني يا إما لوغاريتمية يا إما أسية. هذا بالنسبة للفصل الثاني. الفصل الثالث رايحين ندرسوا المحور السابع الإحصاء والمحور الثامن والأخير الاحتمالات. الاحتمالات هكذا. اليوم أعزائي الطلبة في هذا الفيديو راح نقدم لكم المحور الأول فقط، يعني كل ما ننتهي من محور ونكونوا داخلين في محور جديد نقدمه وهكذا. إذا نقدم المحور الأول. إذن بالنسبة للمحور الأول أعزائي الطلبة عندنا أولا نبدأ بتذكير.
فالتذكير، إذا شفتوا كاين فيكم اللي ما درسوهش المتتاليات في السنة الثانية ثانوي ما على بالهمش بها أصلا، قولوا لي برك نعاودها لكم من الصفر، التذكير نعاود لكم من الصفر خفيف ظريف، نتذكروا كذا إلى آخر. يعني راح نتذكروا المتتاليات العددية، المتتاليات الحسابية والمتتاليات الهندسية. يعني أنا نستنى في الكومنتر تاعكم إذا حبيتوا نعود لكم متتاليات من صفر نعودها، ما عنديش إشكال صح. ومن بعد ندخلوا في برنامج السنة، يعني هذا تقدر تقول برنامج السنة الثانية ثانوي صح. ندخلوا في برنامج السنة الثالثة ثانوي، هو الاستدلال بالتراجع. استدلال بالتراجع صح. يعني هنا في الاستدلال بالتراجع راح أعزائي الطلبة ندرسوا حالات بسيطة، يعني برنامج تاعك تكون عندك حالات بسيطة فقط. عندنا المتتاليات المحدودة، تتاليات المحدودة معناتها تكون متتالية محدودة من الأعلى، متتالية محدودة من الأسفل، ولا متتالية محدودة تكر. عندنا كذلك المتتاليات الراتبة، يعني كي نقول كلمة راتبة معناتها راح ندرس التزايد ولا تناقص متتالية. عندكم كذلك المتتاليات المتقاربة، المتتاليات المتقاربة يعني هنا تدخل فيها دراسة نهايات متتالية، هنا في المتقاربة تدخل دراسة نهايات نهاية المتتالية، الدرس النهايات يعني راح نتناول إلا متتالية هندسية، متتالية هندسية صح. واش عندنا ثاني؟ عندنا المتتالية، يعني أخيرا المتتالية المعرفة بالعلاقة التراجعية، المعرفة بالعلاقة التراجعية اللي تكون على الشكل U N زائد واحد يساوي A U N زائد B، يعني راح ندرس هذا المتتالية. وش معناتها ندرسها؟ يعني نحسب الحدود تاعها، ندرس اتجاه التغير تاعها، ندرس التقارب تاعها. وهذا المتتالية أعزائي الطلبة ما هي إلا حالة خاصة للمتتالية التراجعية اللي درسوها في السنة الثانية، U N زائد واحد يساوي F ل U N، يعني هذه حالة خاصة من هذا المتتالية. كذلك راح ندرس رتابة المتتالية U N، دراسة رتابة هذه في الأخير المتتالية UN حسب رتابة دالة. حسب كنقول رتابة محسوب إما متناقصة ولا متزايدة، يعني حسب رتابة F دالة F. يعني هنا راح ندرس كذلك بالنسبة ندرس كذلك التقارب، وهنا كي ندرس التقارب راح نستعين بالدالة VN تساوي UN، يعني اللي تكون من هذا الشكل UN ناقص B على واحد ناقص A. يعني هذا واش عندكم أعزائي الطلبة في المتتاليات في البكالوريا لهذا السنة 2000 بكالوريا 2022 إن شاء الله. إذن راني ننتظر في لي كومونتير التعليقات تاعكم، إذا حبيتوا نعاودها لكم من الصفر متتالية نعاودها، إذا حبيتوا نبدأ مباشرة في برنامج الثالثة ثانوي نبدأ مباشرة. أعزائي الطلبة إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في أول درس في الرياضيات قريبا إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.